عم نحكي بهالتشابتر على ال SDLC أو Software Development Life Cycle. تحديدا عم نحكي على Process Models، وحكينا عن واحد من Process Models من قبل هو Waterfall. حاليا رح نحكي عن Model تاني اسمه Prototype Model. كلمة Prototype لو نشوف شو معناها، معناها زي نموذج أولي موجود بدومين تانية. يعني لو بدي أحكي مثلا قبل ما يصنعوا Cars بعملية التصنيع أو Manufacturing Cars، هل على طول بيروح تصنيع أو بيروح بناء السيارة؟ لا طبعا، إحنا رح نروح لعمل زي بروتوتايب أو موكب أو مجسم لهالكار، نستفيد منه إنه ناخد فيدباك، بعدين ممكن نكمل على بناء الكار. نفس الفكرة بالبيلدينجز، المباني بنلاقي فيه زي موكبز أو بروتوتايبز قبل عملية البناء الفعلية للبيلدينجز. نفس الفكرة إذا عندنا بالسوفتوير أو بالسوفتوير إنجينيرينج، رح نعمل إشي اسمه بروتوتايب. هذا البروتوتايب حيكون نموذج أولي أستفيد منه، أخذ فيدباك، أخذ معلومات أكثر قبل ما أروح لعملية البناء الفعلية للبرودكت تبعنا. أوكي، فإذا هذا الموديل طلع حتى يحل، إحنا شفنا الواترفول كان عنده مشاكل، سو هالموديل طلع ليحل بعض مشاكل الواترفول. تحديدا كانت بتركز مشاكل الواترفول على موضوع الريكوايرمنتس، انه كان في فريزنج للريكوايرمنتس حتى نذكر شوي. اوكي، فبدنا نحل هاي المشكله بالموديل اللي عم نحكي عنه حاليا، ويتشز البروتوتايب موديل. سو السؤال اللي اكيد بنطرح، طيب احنا بالدومين تبعنا بالسوفت وير انجينيرنج كيف رح يكون شكله؟ احنا عندنا دومينز ثانيه حيكون زي مجسم. طب عندنا ممكن يكون مجسم؟ اكيد لا، احنا السوفت وير انتانجبل، فاكيد مش حيكون البروتوتايب هو مجسم او اشي تانجبل او سمثينج يعني ملموس او فينا نحس فيه. اكيد هو حيكون بمواصفات مختلفه او شكل او طبيعه مختلفه عن البروتوتايبس باذر دومينز. اوكي، راح احاول اعطيكم فكره بسيطه على هيك كيف ممكن يكون عندي بروتوتايب. This is the life cycle. لا مش هاي. اوكي، هون مثلا شوفوا ابسط شكل للبروتوتايب ممكن يكون ورقي، يعني مجرد هيك بعمل زي سكتش اوليه، ممكن احاول اوصف كيف شكل البرودكت، البتنز، منيوز، بس اشياء على بيبر بيست، يعني اشياء ورقيه، هذا يعتبر بروتوتايب، يعني هذا واحد من اشكال البروتوتايب. طيب شوفوا كيف كمان ممكن يكون أحاول أعطي هيك شكل أو تصور على الانترفيسز. طبعاً not necessary يكون إشي ورقي، ممكن أستعمل tools، إحنا يعني أكيد في tools، case tools بتساعدنا، فممكن أستعمل tools حتى أعطي شكل أولي أو لمحة أولية على الانترفيسز. أحياناً بعض الـ options مثلاً ممكن أحط لإلها functionalities أو code وتكون في run، يعني ممكن هون عند الـ yes إنه تكون في شغالة مثلاً، بس مش كل الوظائف أكيد حتكون موجودة بالـ prototype. فكيف ما كان شكله ورقي مش ورقي فيه شوية كود، هو كله بنسميه عنا بالدومين تبعنا البروتوتايب. طيب لو قلنا شو بنستفيد، يعني مثلا هذا اللي قدامنا حاولنا نعطي شوية انترفيس، في اوبشن ظاهرة منيوز، وممكن قلنا يكون في بيس اوف كود موجودة ببعض الاماكن، شو بستفيد منه؟ احنا قلنا عنا مشكلة بالواترفول ما في استعمله بالبروجيكتس اللي انا مش كتير فاميليار معهم، مش كتير مألوفين لإلي، الريكوايرمنتس بتكون مش واضحة، فلما اجي على دومين انا مش كتير عندي خبرة فيه بيكون مناسب ابني بروتوتايب. اوكي، هذا البروتوتايب اكتر شي حستفيد منه، حبرجي للكاستمرز اخذ منهم زي فيدباك، يعطوني مثلا بيقول لي بهاي النقطة انا بدي تعديل، هون بدي شوية functionalities مثلا تنضاف and so on, this, I want this to be removed. ممكن يحكي لي لا والله انت فاهم هاي النقطة بشكل مختلف، هون عدل لي. فالفكرة انه باخذ فيدباك، هاي الفيدباك بتساعدني بموضوع فهم الريكوايرمنتس، وعلى فكرة ممكن اخذ totally new requirements من البروتوتايب. ففينا نشوف البروتوتايب كمان كوسيلة لجمع الريكوايرمنتس، هي وسيلة very good حتى اعمل فيها elicitation او جمع للريكوايرمنتس. سو حاولنا نشوف اشكال للبروتوتايبس. طيب كيف بتصير البروسيس، يعني شو الستيبس او الفيزز؟ احنا بالنهاية عم ندرس process model models، سو خلينا نشوف الفيزز كيف عم تكون مرتبة، كيف عم تكون الخطوات. اوكي، سو مبدئيا the starting point لإلي انا عم ببلش ب initial requirements، يعني ما ننسى انه في اذا عم بيجيني من برا user needs، بحاول اعمل هيك اخذ منهم initial requirements، requirements مبدئية،
نبلش يمكن باهم الاشياء. اوكي طبعا هو اللي هون انيشال برجع بحكي ليش مش كامله، لانه انا ستيل بذكركم ممكن ما عندي خبره بالبروجكت كافيه، ممكن في مشاكل ببعض الريكويرمنتس، ذاتس واي عم نحكي انيشال شيء مبدئي. طيب بروح بعدين لعمليه ديزاين للبروتوتايب نفسه، يعني ممكن اذا بدي احكي على انترفيسز، بدي احكي على بيس اوف كود ببعض الاماكن، هي محتاجه ديزاين ممكن بسيط لهذا البروتوتايب. بعدين بخلص الديزاين بروح لعمليه بنائه، هعمل امبلمنتيشن لهذا البروتوتايب شو ما كان. اوكي كيف ما كان شكله طريقته رح ابلش اطبق البروتوتايب واشتغل فيه. مرحله جدا مهمه هذا البروتوتايب بس ابنيه رح اعرضه على الكاستمر، حيصير في عملية validation أو evaluation بمعنى تقييم. هذا التقييم هو يا رح يقول لي إنه this is okay، البروتوتايب اللي بنيته تمام وهيك بدي السيستم يكون، فإذا okay بروح بكمل، إذا مش okay رح نضلنا بهالسايكل، رح نضل نكرر، رح يعطيني إذا مش okay حيعطيني update، حيعطيني feedback، حيعطيني improvements تحسين، برجع بحطهم بعين الاعتبار بعملية الديزاين، بضل بهالسايكل لحد ما الكاستمر يكون ساتيسفايد او يعطيني الاوكي، وقتها بنروح نشتغل نعمل ديفلوبمنت للبرودكت تبعنا النهائي او الكامل. هون فينا نحكي ببلش اعمل كودينج، ببلش اعمل تيستينج مينتيننس، طبعا تيستينج عادي كملوا الفيزز هي نفسها، وفينا نحكي ديبلويمنت بعدين المينتيننس. اوكي وكانه اذا في عندي عملية بناء البروتوتايب وبعدين بتصير عندي عملية بناء السوفتوير كامل. الهدف من هاي السايكل هي اني اخذ فيدباك. اوكي فاذا هذا باختصار البروتوتايب موديل. رح افرجيكم الشكل من السلايدز حتى تشوفوا كيف ما كان الشكل، كيف ما كان البرزنتيشن، مش مشكل هي الجوهر نفسه. لو حاولنا نشوف هل هذا الحكي نفس اللي قبل شوي فرجيتكم اياه، يس اوكي اكيد يس. شوفوا عندي شو اللي عم بيصير مكتوب هون، في requirement analysis design coding testing، وهذا كله تحته في requirement analysis، وفي عندي design coding testing. عم بنحس انه وكأنه في waterfall waterfall. okay so more than one waterfall مع بعض عم بيكونوا، بس في waterfall عم بيكون بمرحلة requirement وبعدين waterfall العادي فينا نحكي traditional. okay so شو اللي عم بيصير عندي هون؟ شو بفرق مثلا design هون عن هذا design؟ شو بفرق الكودينج عن الكودينج؟ شو بفرق تيستينج عن التيستينج؟ اوكي مبدئيا هذا الحكي كله او هاي السايكل هي خاصه ببناء البروتوتايب، يعني عشان انا ابني بروتوتايب، وهي فعليا بناء البروتوتايب يعتبر مرحله الريكويرمنتس اذا. اوكي انا مضطر اخذ انيشال ريكويرمنتس، اعمل لهم ديزاين كودينج تيستينج. طب مره واحده لا، قلنا ذيس از ا سايكل حتضلها تتكرر، واخذ فيدباك من الكاستمر. لما اخذ الاوكي وين وقتها بقدر اروح؟ يعني أنا بفضل الديجرام الأول شوي أوضح، however يعني هون كمان حتى تكونوا فاهمين الفكرة. بنتقل للديزاين تبعي السيستم لما أخلص هون ويكون عندي الأوكي ما أخذته من الكاستمر، بروح أعمل ديزاين للسيستم، coding, testing, deployment, then maintenance. أكيد الخطوات موجودة ما ننساها. أوكي فهذا هو نفسه البروتوتايب موديل. بتمنى يكون الشكل العام للبروتوتايب موديل واضح لكم. ان شاء الله بالفيديو الجاي حنتناقش فيه شويه خصائص له، نعمل اسسمنت كمان مثل ما تعودنا ونشوف نقاط القوه ونقاط الضعف لهذا الموديل.